الماتشاب لعمر لان سلطون بنتها. الماتشاب دوم سلطون يخسر. اوكي يلا هي سكند ماتش اجين سماش بيل اوريدي متفقين على المرحله شكلهم برضه من البدايه. هالمره ما عمل اس دي ليش؟ او شيلد بريك اوه لو عباها اكثر كان ممكن يسوي شيلد بريك. اي بس سلطون يعني اي اكيد ري اكشن بس ما تعرف في بعض الناس كذا. واو عمل الجاب اوه واو هي ريكفرد استغفر الله. واو استغفر الله لان الله مارد يعني. سناك تشوف هذول ممنوعين صح؟ شو ممنوعين؟ جاك سناك عموما حظه ما جات 9 لحد الحين نقدر نشوف الافضليه عن سلطون. اوه او 8 انذر بي اب اير ممكن انت لا تلعب وتسوي براكت زفت حط كل قم النمر عندي والله كل تورنمنت تشوف سلطان يطلع وايد باك ارسل لا ما عملتك شوف سلطان يفر وايد ها بروجكتات يعني بالنيوترال بي ايه يبغى توقف الجوردو سلطان يعمل كثير من النيوترال بي يعني يعني بوث اثنين بروجكتات سبام سنجل اب اير تو اب سماش ها شوي وان سايد يا سيستم صراحه هي وايد وايد وان سايد باك اير نوتك كم مره ثانيه اجين كومنتيتر ريت انا ظهري عورني خليني بقوم انا كنت داي اقص عليك هذا يبغى خلص المباراه يعف ليش ده بس يدك سلطون واحد صح سلطون واحد صفر نوترونس سهيل ستريم يقول بوزليني علق ما حد قال شيء لا تكذب ترى بسوي سكرين شوت ها مكتوب. بصور بصور ما في شيء شوت فالكا فالكا ما اعرف هذا منو سنيك جلار نيام ليغير سنجلير سنجلير او ذاتس شو سنجلير جليغير سنجلير جليغير ما اعرف يقول عن شيء استوى على الستريم ما ابغى اوكي الحين اف دي ثاني كاونتر بيك لازم عمر يلعب ما يسوي جوردوز يعني ضد سلطون اخ اب سماش واو اوريدي 44% تشوف كنت بقول شيء بس خلاص الحين ما تفيد اوه اوكي تك هايب خلاص عمر ما عنده مشكله يخسر المباراه لا فاز مو ما عنده مشكله فاز اوريدي فاز بعطيك واحد تك واحد ثاني فاز ببطوله كامله اوه شوت تك شكل شوف عجيب ايه ايه اه لا 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 اجارد شو شوف انت داون ترو ابيع دائما اوكي دي هيفي اوه كان بيشغل السلايد بغيت تذبحها اوريدي 154% صراحه انا اتوقع خلاص طلع الثاني شو الاير دوج اللي قاعد ألف سنة ما اخذ ضرب اي شيء صدق ألف سنة مسوي اير دوج المشكلة اكره بيرجع بيرجع ضرب الليل تليفون واو اخ اغلى تك في العالم